بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. هنبدأ النهاردة الاستعداد والتواصل بالتأكيد بشأن متابعة مباريات الأهلي في بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتال. يمكن بعد وصول الفريق وعودته من جنوب إفريقيا فجر أمس، الفريق كان خد راحة سلبية، والنهاردة بالتأكيد بداية الاستعدادات واستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة الفائز بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، ديربي الأمريكتين اللي هيتلعب بإذن الله بعد غد الأربعاء على ملعب 974. الفائز منهما سيواجه الأهلي يوم السبت المقبل الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وبدأ من اليوم حتى نهاية الأسبوع هيكون عندنا متابعة يومية لكافة التفاصيل والكواليس والمعلومات الخاصة بسفر الفريق واستعدادات الفريق واستقبال الفريق في قطر. أكيد هناك استقبال كبير جدا من الاتحاد الدولي، من اللجنة المنظمة المحلية. كافة الترتيبات بالتأكيد هنتابعها في سياق حلقة النهاردة وعلى مدار الأيام المقبلة، يعني تزامنا مع مشاركة الأهلي في هذا الحدث الاستثنائي الكبير، بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتال، خاصة بعد ما تأهل الأهلي لهذه المسابقة وهذا الدور بعد الفوز على العين الإماراتي هنا في القاهرة يوم 29 من شهر أكتوبر الماضي. حلقة يكون فيها تفاصيل كثيرة وموضوعات مهمة جدا، ولكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل، النهاردة ترند على السوشيال ميديا موضوع توبيك مهم جدا حصل في دوري القسم الثاني، أو كما يطلق عليها يعني دوري المحترفين. المسمى حاجة واللي بنشوفه في الملاعب حاجة تانية خالص. النهاردة مباراة ما بين المقاولين العرب والمنصورة. كابتن علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة، يعني أشرك لعيب في الدقيقة 60، نزل ما قدمش الواجبات المطلوبة منه أو المهام اللي مطلوبة منه كما أعلن المدير الفني بعد اللقاء. بعدها بعشر دقايق المدير الفني اللي خد قرار بأن اللاعب ينزل يشارك هو المدير الفني اللي خد قرار بخروج اللاعب. وجهة نظر فنية لا نقدر نعقب عليها ولا نقدر نتكلم فيها. في النهاية الفريق خسران 3-0، المقاولين متقدم على المنصورة بالثلاثية. جه مدير الفني المنصورة حب يعمل تعديلات في التشكيل أو في التغييرات، نزل لعيب ما أداش الواجب منه أو هو شاف إن تغييرته هو غلط حب يغيره. كل ده بيحصل في الكورة عادي جدا، ولكن اللي ما بيحصلش في الكورة والغريب بالنسبة لنا النهاردة إن إحنا شفنا مشهد جديد على ملاعبنا. ممكن لعيب يعترض على مدربه في قرار، في تغيير، في النزول، في الخروج، بنشوفها، ولكن احنا وصلنا لمرحلة ان التعبير عن القرار بيبقى فيه خروج عن النص. وطبعا النهاردة كاميرات التلفزيون اللي كانت بتصور مباراة المنصورة والمقاولين على استاد المقاولين العرب جابت لقطات صعبة جدا بنشوفها. انا عايز اقول لكم ان دلوقتي وانا معاكم على الهوا مش اللقطة بس متصدرة ترند سوشيال ميديا في مصر، ده انتشرت في كل أرجاء الوطن العربي، وعلى بالليل هتلاقيها مسمعة في كل الوكالات الأجنبية، إن توصل لمرحلة اللي احنا نشوف في ملاعبنا لاعب بيتعدى أو بيضرب مدربه. احنا شفناها كلنا صوت وصورة بعد نهاية المباراة على دكة البدلاء، ولولا طبعًا الجهاز المعاون قدر يفصل على طول ما بين المدير الفني واللاعب، واللاعب خرج على طول بعد هذه الواقعة مباشرة. حكم اللقاء لو كان خد باله ونزل بعد الواقعة دي في على التراك كان ممكن يطلع الكارت الأحمر للاعب، وكان ساعتها تبقى في مشكلة تانية كمان بالنسبة للمنصورة، ولكن الحكم كمان عنده السلطة إن يدي قرار إداري للاعب اللي هو تخطى الحدود اللياقة خلال أثناء أو أحداث المباراة. مشهد أتمنى ما نشوفوش الفترة اللي جاية، مشهد أتمنى إنه ما يتكررش تاني. والمسابقة اللي اسمها مسابقة دوري المحترفين أتمنى تكون اسم على مسمى، ما تكونش مسميات بس وبنتفرج على مهازل في الملاعب وفي المباريات. احنا الاول كنا بنشوف اعتداءات من اللاعبين على الحكام، دلوقتي بقى بنشوف اعتداءات من اللاعبين على مدربينهم، بنشوف مشاهد ما كانتش يعني في السياق خالص او كنا نتخيل ان احنا نتابعها في ملاعبنا في الفتره الاخيره. عموما هنشوف المنصوره هيتعامل ازاي مع هذا الموقف، هل اتحاد الكوره ليه سلطه ان يتخذ قرار في هذا الموقف، هل المراقب يقدر يكتب ده في تقريره. عموما اتمنى ان يكون في درس مستفاد من الواقعه اللي حصلت النهارده ايا كانت القرارات الفنيه، هي كلها في النهايه قرارات فنيه، لكن اهم حاجه في حدود للياقه والادب والتعامل في المجال الرياضي اللي احنا بنتفرج عليه، عشان في ولاد صغيرين وفي ناشئين بيتفرجوا اكيد بيشوفوا مشاهد مش عايزينهم يتعلموا
هذه المشاهد خلال الفترة اللي جاية. دي كانت بداية مهمة جدا لازم أبدأ بيها النهاردة، وهي نقطة متصدرة السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، أو تحديدا في الساعة الأخيرة بعد نهاية مباراة المقاولين العرب مع الإسماعيلي. كمان عايز أكد لحضراتكم أن النهاردة بإذن الله فريق النادي الأهلي استأنف تدريباته، بكرة في تدريب أخير، وهيسافروا إن شاء الله بكرة الساعة 4:30 إلى قطر. وقبل السفر هيكون في تجمع للاعبين في ملعب مختار التتش بعد نهايه المران، وهيكون في صوره جماعيه، صوره البطوله لكل عناصر الفريق. قبل كده كانت عمل فوتو سيشن للعيبه على فكره، عشان الفيفا بيستخدم الادوات دي او الصور دي اثناء عرض التشكيل، اثناء عرض الاحصائيات، اثناء عرض السكاوتنج الخاص بكل فريق، فكل اللعيبه اتصورت. ولكن بكره هتبقى في صوره جماعيه لكل افراد الفريق قبل التوجه الى مطار القاهره والسفر عبر رحلة خاصة إلى الدوحة. نتمنى يا رب بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق النادي الأهلي. النهاردة على فكرة بعثة فريق بوتافوجو البرازيلي بعد ما أنهت مشوارها في الدوري البرازيلي وكسبت الدوري بالأمس، النهاردة قدامكم على الشاشة لقطات لهذا الفريق اللي توجه إلى قطر وهو في معنويات عالية جدا، لأنه لسه كسبان الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة. الفريق ده في آخر 10 أيام كسب الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة، فريق لسه راجع من الدرجة الثانية من سنتين ثلاثة، كسب كوبا ليبرتادوريس على أتلتيكو مانييرو الأسبوع اللي فات، ففي حالة معنوية ونشوة معنوية كبيرة جدا عند فريق البرازيلي اللي هيلعب مع باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء في لقاء ديربي الأمريكتين، والأهلي ينتظر الفائز منهم عشان يلعب معاه يوم السبت اللي جاي الساعة 7 بتوقيت القاهرة على ملعب 9-7-4. فريق باتشوكا على فكرة كان وصل إلى قطر يوم الجمعة اللي فاتت وبيستعد من بدري، الدوري المكسيكي خلصان من بدري، فالفريق المكسيكي عنده اريحيه في الاستعداد لمواجهه بوتافوجو يوم الاربعاء اللي جاي. كمان عايز اكد لحضراتكم الحمد لله امبارح احنا انفردنا بخبر مهم جدا وكنا اعلناه عبر برنامج الترند، ان تم تسجيل قائمه الاهلي ال 26 لاعب اللي هيشاركوا في بطوله كاس فيفا انتر كونتيننتال، وشهدت هذه القائمه تسجيل 3 حراس، محمد الشناوي ومصطفى مخلوف وحمزه علاء. للاسف مصطفى شوبير يعني امكانيه لحاقه بالبطوله صعب جدا، امبارح كان بيعمل رنين لعل وعسى تكون فتره التاهيل والمده قريبه ان شاء الله، ولكن عموما دي القائمه اللي قرر الجهاز الفني تسجيلها عشان يستعين بيها في بطوله فيفا انتر كونتل. 26 لاعب، 11 لاعب في الملعب و15 لاعب على دكه البدلاء، وقبل اول مباراه يوم السبت اللي جاي عندك مساحه انك تستبدل اي لاعب بشرط ان يكون في تقرير طبي بإصابة هذا اللاعب قبل موعد أول لقاء ب 24 ساعة، وإن شاء الله غدا هيكون رئيس بعثة فريق النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة تكلل بالنجاح والتوفيق، لعل وعسى يا رب كلنا بنأمل إن النادي الأهلي يكون موجود في المباراة الختامية أمام ريال مدريد على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، وهو نفس اليوم اللي أقيمت فيه نهائيات كأس العالم في قطر، المباراة النهائية اللي ما كانت ما بين الفرنسا والأرجنتين واللي نجح فيها المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي الفوز بكأس العالم في النسخة الأخيرة من قطر 2022. كمان النهاردة هيكون معانا فقرة حوارية كالعادة زي ما انتم متعودين يوم خميس، يوم الخميس ايه النهاردة الاثنين، لسه بدري على نهاية الأسبوع، يوم الاثنين الفقرة الحوارية فقرة الصحافة. النهاردة هيكون معانا الأستاذ عبد الحكيم أبو علم الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالأهرام، موعدنا كل يوم اثنين زي ما انتم متعودين، النهارده في فقره الصحافه عشان نتكلم معاه في ملفات مهمه جدا جدا جدا. امبارح كانت معانا فقره حواريه مهمه جدا مع واحد من مدربي ونجوم النادي الاهلي السابقين الكابتن فتحي مبروك، فالنهارده عندنا تنوع مختلف شويه في القضايا اللي هنتكلم فيها، احد الصحفيين اللي هنتكلم معاه عن بعض المشاكل والقضايا المثاره على الوسط الرياضي، ماتشات الرابطه اللي تم تاجيلها، الصحافة شايفة ازاي قرعة مونديال الأندية، الميديا والسوشيال ميديا وتفاعلها مع بعض الناس اللي بتحاول تعمل ترندات سلبية، كل دي ملفات بالتأكيد هنتناولها مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم في الجزء الأخير من برنامج الترند والفقرة الحوارية النهاردة في البرنامج. لكن نروح دلوقتي بقى لسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة بسأل حضراتكم، أو حضراتكم يا ريت لو عندكم رسالة توجهوها لنجوم الاهلي قبل السفر الى قطر للمنافسه على كاس الانتر كونتيننتال. الكل يدخل ويشارك معانا ويوجه رساله من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا،
وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض أكبر قدر من رسائلكم في الجزء الأخير وفي ختام حلقة اليوم، عشان تكون رسائل إيجابية ومعنوية للعيبة قبل السفر إن شاء الله غدا عصرا إلى الدوحة. لكن دلوقتي نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لكأس التحدي. كمان وفد من الأهلي يطير إلى قطر. وفي الترند العالمي، إنتر ميامي يؤكد بقاء ميسي لخوض نهائيات مونديال الأندية. انتوا عارفين انتر ميامي لو جه خد قرار قبل المونديال ان خلاص ميسي عاد انتهى ورحل، الفيفا يقلب الدنيا. يعني انت كل الهيلمانه دي وانتر ميامي موجود في البطوله بدعوه ليس كبطل، عشان تيجي تقول لي النهارده ان ميامي بياكد بقاء ميسي، بقاء ميسي واستمرار ميسي، الموضوع محسوم وخلصان على الاقل حتى موعد نهايه هذه البطوله اللي ان شاء الله هنسعد بوجود النادي الاهلي فيها وبمشاركه تاريخيه في لقاء الافتتاح امام انتر ميامي ان شاء الله يوم 14/6 الساعه 8 مساء بالتوقيت المحلي في الولايات المتحده الامريكيه. طيب نروح لمباراه اليوم، والنهارده في جوله عديده كده في الدوريات الاوروبيه. الدوري الانجليزي الساعه 10 من مساء اليوم وستهام يونايتد هيستضيف ويلفرهامبتون. ونروح للدوري الاسباني الساعه 10 ايضا من مساء اليوم، ختافي بيستضيف اسبانيول. وفي الدوري الايطالي في العاشرة إلا ربع موينزا بيستضيف أودينيزي. دي أبرز مباريات اليوم ومشاهدة ممتعة بإذن الله لكل السادة المتابعين. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. والنهارده معانا في التوب نيوز خبرين مهمين جدا متعلقين ببطوله كاس فيفا انتر كونتيننتال. كلنا عارفين الاهلي هيسافر بكره ان شاء الله على متن طائره خاصه ورحله خاصه الى الدوحه حوالي الساعه 4:30 عصرا، في رحله تستمر حوالي 3 ساعات عشان تصل بعثه النادي الاهلي حوالي الساعه 8:30 بتوقيت الدوحه، 7:30 مساء بتوقيت القاهره. ولكن النهارده في وفد رفيع المستوى سافر من قبل اداره النادي الاهلي عشان يحضر لكافه الاجراءات والامور اللوجستيه الخاصه باستقبال بعثه فريق النادي الاهلي. وفد مكون من المهندس سمير عدلي المدير الاداري لقطاع الكوره، وكذلك حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص في النادي الاهلي، بجانب مسؤولي شركه الكوره يمكن اكيد بيستعدوا للتحضير، شركه الخدمات الرياضيه، القطاع الاداري، شفنا كمان موجود معاهم في الصور محمد أسامة إداري الفريق الأول. النهاردة سافروا صباح اليوم عشان يتواجدوا قبل بعثة النادي الأهلي ب 24 ساعة. الترتيبات مع الاتحاد الدولي فيفا، استقبال البعثة، الترتيبات الخاصة به، كل الإجراءات اللوجستية في استقبال البعثة غدا في مطار القاهرة الدولي، يعني من أول مطار القاهرة لغاية مطار حمد الدولي في الدوحة. كافة الترتيبات هتشوفوها بكرة إن شاء الله من خلال بقى كافة الكواليس اللي هتكون مصاحبه لبعثه فريق النادي الاهلي. ولكن مجرد ما يصل الفريق للدوحه هيكون في استقبال على اعلى مستوى من اللجنه المنظمه من الاتحاد الدولي، ده بخلاف بقى الاستقبال اللي هيكون من رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه اللي اكيد بتحضر لمفاجات مهمه جدا تسعد بيها البعثه الرسميه، تسعد بيها اللاعبين، الجهاز الفني، هم نفسهم يسعدوا بوجود النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله يعني ضيف مهم جدا على هذه البطولة، وبإذن الله إن شاء الله يكون ضيف وبطل في بطولتين، بطولة يوم السبت اللي جاي وبإذن الله نكسب، ويبقى فيه بطولة أخرى يوم 18 ديسمبر. أنت رايح تلعب على مش كاس واحدة، أنت بتلعب على كاسين بعد ما فزت بكاس القارات الثلاثة، بإذن الله يكون كاس التحدي من نصيب النادي الأهلي بعد ما تكسب البطل اللي جاي لك وهو بطل ديربي الأمريكتين اللي هيتلعب يوم الأربعاء اللي جاي. بطولة يعني فيها تفاصيل حلوة، فيها معلومات مهمة، وفيها حاجات تاريخية هنحس بأهميتها ونعرف أهميتها يمكن بعد 10 سنين وبعد 20 سنة، لما يكون عندك بطولات قارية تقرب من أرقام ريال مدريد وبتاخد بطولات على حساب فرق كبيرة ليها رصيد كبير جدا في قارتها، سواء لما كسبت العين بطل آسيا، لما تنتظر الفائز من ديربي الأمريكتين، لما تروح تلاعب بطل أوروبا ريال مدريد يا رب إن شاء الله في جولة الختام على استاد لوسيل. الخبر الثاني اللي معايا
الايام اللي فاتت كانت في اتصالات كتير جدا بتحصل من اجل التنسيق لحضور جماهير النادي الاهلي بشكل مكثف في التالتة شمال، لدرجه ان رابطه المشجعين للاهلي في الدوحه تواصلت مع اللجنه المنظمه المحليه، تواصلت مع اداره النادي الاهلي، تواصلت مع الاتحاد الدولي بشان توفير كوتا معينه من التذاكر عشان التالتة شمال ايقونه جماهير الاهلي تكون ممتلئه عن اخرها، ويكون اللون الاحمر هو اللون اللي فارض وجوده في استاد 974. قدرنا من خلال معلوماتنا واتصالاتنا ان في تنسيق تم بعد اتصالات كبيره جدا اجرتها اداره النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي ان يكون في توفير على الاقل 2500 تذكره لجماهير النادي الاهلي من خلال الحجز اللي بيتم من خلال سيستم الاتحاد الدولي. اعتقد رقم جيد جدا، باذن الله نشوف بقى تشجيع مثالي، حضور كبير، ويمكن على مدار اسبوع بالظبط بشوف يعني بروفات وكرنفالات وتحضير لتيفوهات وتشجيعات للاهلي من خلال رابطه المشجعين في الدوحه. نتمنى يا رب باذن الله نكون يعني على هبه الاستعداد وجاهزين ان احنا نشوف يعني مشهد كبير جدا في ملعب 974 باذن الله يوم السبت اللي جاي. دي كانت ابرز الاخبار اللي معانا النهارده في التوب نيوز. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نواصل ان عندنا فقره مهمه جدا هنستقبلها عشان نتكلم على مونديال الانديه في الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة لما نحب نتكلم عن مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مراسم القرعة والصخب الكبير اللي اتعمل على هامش هذه القرعة والحضور الأساطير والرموز ونجوم الكرة العالمية، بالإضافة إلى حضور مهم جدا لجمهور النادي الأهلي. الناس كتير تقعد تسألني حضور جمهور الأهلي إزاي؟ لا، في اليوم ده وفي اللحظة دي كان في واحد من مشجعي النادي الأهلي صنع الحدث وعمل موقف نقدر نقول تاريخي كبير جدا، لأن في ظل ما أنت متواجد ب 32 نادي يجي لك مشجع أهلاوي منتمي للنادي الأهلي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومعاه علم النادي الاهلي مكتوب عليه الشعار الاساسي نادي القرن. قدامكم الصوره اللي كانت لفتت انتباه كل الاوساط وكل الحاضرين، لدرجه حتى ان الصفحه الرسميه للنادي الاهلي خدت الصوره وكتبتها على الصفحه الرسميه او حطتها على الصفحه الرسميه للكابتن او الاستاذ هشام طه كبير مشجعي الاهلي في امريكا، جياني انفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي، ويوسف هشام طه نجل الاستاذ هشام طه. الصوره دي صنعت الحدث في هذا المحفل التاريخي. النهارده لان برنامج الترند لازم يكون معاه صناع الحدث. مين صناع الحدث النهارده؟ الاستاذ هشام وابنه نجلو الكابتن يوسف اللي صنعوا الحدث، والنهارده كمان هيصنعوا الحدث معانا من خلال برنامج الترند وعبر السكايب من خلال ترند اونلاين، موجودين معانا على الهواء مباشره من الولايات المتحده الامريكيه. استاذ هشام تحياتي ليك وتحياتي ايضا ليوسف. تحياتنا لحضرتك جدا يا كابتن محمد. سعداء بوجودكم معانا النهارده، واكيد المشهد اللي يعني رسمتوه في هذا اليوم والسعاده اللي كانت عند جمهور الاهلي بوجود علم الاهلي وشعار الاهلي اكيد حاجه كبيره جدا بنشكركم عليها، لان انتوا اكيد كان عندكم فكره مختلفه تماما عن اي مشجع لاي نادي مشارك في هذه البطوله. اولا يعني انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك دلوقتي الله يخليك في قناة في بيتي في بيتي طبعا. فعلا يعني في قناة النادي الأهلي اللي هو بيت كل الأهلاوية. يعني عايز أقول لك كان تفكير مختلف، إحنا حبينا نفكر بتفكير شوية والحمد لله يعني إن ابني كمان ساعدني في ده كتير، يوسف ما شاء الله. طبعا يوسف هنا الحمد لله يعني هو متواصل هنا مع ناس أصدقاء ليه في الفيفا وكلام من ده، فجات له الفكرة إن هو حدث عالمي زي دوت حب إن إحنا نكون مشاركين فيه ونشارك فيه، يعني نقدم جزء بسيط، جزء ولو يعني ذره، مش هقول لك 1% من فضل ربنا وفضل النادي الاهلي علينا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان النادي الاهلي احنا 10 سنوات في امريكا، هو الحاجه الوحيده اللي يعني ممكن تدخل السرور علينا، هو الحاجه الوحيده اللي محتضنانا في الفرح. اما بيكون في مباراه للاهلي انا عايز اقول لحضرتك بيبقى يوم عيد في البيت عندي هنا. يوسف وكل اصحابنا كله بيتجمع هنا عندنا في البيت، يوم عيد حتى لو ماتش ودي للنادي الاهلي هو يوم عيد، هو البسمه هنا لينا في الغربه، هو الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا.
عايز اقول لحضرتك، لو احنا لو ابني متضايق او انا متضايق شويه عادي يعني، في امور الدنيا ننزل نركب عربيتي وادورها واشغل اغاني النادي اغاني الاهلي، الاهلي. اه بالظبط. اغاني الاهلي كلها، عشان بتخرجني تدخلني بقى في مود سعاده تاني. فاللي انا عايز اقوله لك ان احنا ده جزء صغير جدا، وفضل ربنا الحمد لله، ويعني كانت حاجه يعني نعبر بيها عن حبنا للكيان، كان حاجه بسيطه جدا يعني. طيب يوسف، عايز اعرف منك، انت تواصلت مع الناس في الفيفا؟ عرفت المكان اللي بتقام فيه القرعة؟ دخلته ازاي؟ وصلته ازاي لغاية لما التقطت صور تذكارية مع جياني انفانتينو، وانت حتى خليت انفانتينو يتكلم عربي؟ طبعا. احنا في الاول خالص احنا عارفين طبعا ان الايفنت هيكون في ميامي، يعني اول ما عرفنا ان الايفنت هيكون في ميامي الحمد لله انا تواصلت مع ناس هنا في الفيفا، مع اصدقاء ليا، وعرفوا ان هم يبعتوا لي الايفنت طبعا، يعني الانفايت. واول ما الانفايت جه على طول بعتوا لنا الطيران، بعتوا لنا بعتوا لنا كل حاجه بصراحه، يعني هم قاموا بكل حاجه. ودخلنا بقى جوه طبعا كنا واخدين بقى كل حاجات الاهلي من ساعه، من واحنا في الطياره واحنا بنغني للاهلي اصلا، اللي هو الناس وفي المترو وفي كل حاجه احنا بنغني للاهلي، انا وبابا، فاهم؟ انا من فرحتي بوجودي في المكان دوت، انا عايز اقول لحضرتك يمكن لسه ما قلعتش يعني الحاجات اللي هم كانوا ادوها ندخل بيها، يعني فاهم اكيد. حضرتك، يعني من هو الواحد بيتشرف بيها بصراحه، بيتشرف بالنادي الاهلي بجد. ده بيبقى الباركود ليك في المكان اللي انت داخل منه، عشان يبقى يعني ضوء اخضر انك تعدي وتتواجد في المنصة او تتواجد في القاعة. بالظبط كده، بالظبط. بالظبط. طب وبالتالي القاعة كمان فيها، يعني القاعة فيها كبار شخصيات العالم، يعني فيها اكيد حضرة نجلة الرئيس الأمريكي الجديد ترامب صحيح. كانت موجودة معانا، كل الناس يعني أكبر شخصيات في العالم كانت متواجدة. رد فعل انفانتينو بقى لما شافكوا داخلين بعلم النادي الاهلي؟ هو أول ما شاف علم الأهلي، أهلي أهلي كده على طول، هو والله العظيم لوحده، اللي هو يعني هو عارف إحنا داخلين بعلم الأهلي، وهو اللي كمان يعني بص، أول ما شافنا كان سعيد هو جدا، كان سعيد هو جدا يعني كان باليوم فعلا طبعا، فرحان. وسعيد بالفعاليات، كان سعيد جدا بالفعاليات، بس عارف كل هو وكل الحضور، لان انت حضرتك بتتكلم ان العلم الوحيد اللي اترفع في وسط 32، مظبوط. يعني انت بترفع العلم كده داخل بيه وطالع بيه المنصه معاك على انفانتينو، الراجل بيستقبلك بترحاب باحضان، يعني قال لنا يا جماعه النادي الاهلي دوت يعني من يعني تقريبا هو من اعظم انديه العالم فعلا، ما اطلق على اعظم نادي في الكون، دي مش من فراغ والله، والله العظيم ما كانت من فراغ. أكيد أكيد. طيب واحنا اتفضل يا يوسف احكي، اتفضل يا يوسف. داخلين بالعلم طبعا، يعني انت ماشي خافير زينيتي وديل بييرو ورونالدو وادريانا ليما، هي اللي طلعت الاهلي، الأهلي اف كله سي. بقى اول ما شاف العلم ومسكت العلم وكله اتصور بيه، وكله اللي هو ورؤساء نادي سياتل ساوندرز طبعا، كله كان متجنن ان احنا داخلين بالعلم كده، فاهم؟ انتوا كمان عملتوا زيارة تانية، رحتوا لملعب المباراة، ملعب هارد روك اللي في ميامي في فولايت طبعا فلوريدا. ايه مظبوط صح. الأسباب؟ وشفتوا الملعب وأجواء الملعب وأخبار الملعب ايه؟ والله احنا كانت برضو الفكره ان احنا قلنا يعني نعمل كده زياره، دي زياره سريعه، وان شاء الله الاسبوع الجاي احنا عندنا طبعا الحاجات دي هنا بتبقى بتصاريح وكده، فاحنا أكيد. الحمد لله ربنا وفقنا جبنا تصريح نقدر ندخل الملعب بقى جوه ونصور غرف الملابس، هنصور الملعب، هنصور يعني يوسف هيبقى ماسك تصوير المدرجات، كل حاجه، كل حاجه صغيره، كل التفاصيل صغيره وكبيره داخل الملعب. فهي الفكره جت ان احنا بس عايزين يعني نقدم حاجه للمشجعين ان هم هيقدروا ان شاء الله يجوا، ان هم نشجع يعني كل الناس هنا حتى في امريكا. يوسف ما شاء الله عنده يعني ناس كتير جدا جدا دلوقتي عايز تحضر المباراه، امريكان يعني أكيد. ناس امريكان صحابه بقى. عايزين يحضروا معانا المباراه باي طريقه. أكيد. إحنا كمان وأنتم بتتكلموا معانا بنعرض لقطات ليكوا لما رحتوا الملعب اللي هيستضيف لقاء الافتتاح ما بين إنتر ميامي والأهلي بإذن الله. ان شاء الله. والملعب طبعا الملعب دوت اللي حصل فيه المشاكل اليوم ماتش الارجنتين وكولومبيا، هو ملعب كبير في جدا يتسع يعني كوبا أمريكا. 65 الف متفرج، في نهائي هو اللي حصل فيه نهائي الكوبا امريكا، وسبحان الله الاهلي خد احسن ملعبين في امريكا، ميت لايف ستاديوم في نيويورك اوكي. والهارد روك ستاديوم، دولت الملعبين دولت يعني من ناحية ايه فعلا يا هم يوسف؟ التوب طيب من ناحية ايه؟ من ناحيه ان هو يعني هم دولت اللي بيحصل فيهم اكبر ايفنت بتحصل في امريكا، هي اللي بتحصل في الملعبين دول اوكي. اكبر، هم اكبر ملاعب في امريكا، يعني احنا واحنا داخلين اصلا الملعب انت بتتوه في الملعب، يعني انت مش عارف تروح فين ولا فين ولا، يعني الملاعب فعلا مجهزة كمان مجهزه بطريقه كمان غير طبيعيه، على أعلى مجهزه بطريقه مستوى. جميله جدا، على اعلى أعلى مستوى مستوى، اعلى والناس مستوى. والمنظمين فعلا على الحدث ناس جميلة.
يعني اللي اقدر اقوله لك ناس انتوا جميله اجمل، جدا جدا، والله انتوا اجمل. وبيبقوا اجمل ما يعرفوا ان انت مشجع للنادي الاهلي. يعني واحنا داخلين مثلا الملعب السكيورتي وكده، ايه ده، هو انتوا اوريدي جيتوا، انتوا اوريدي هنا ده يعني لسه 6 شهور. لسه لسه ست ست شهور وانتوا شهور اوريدي هنا وبداوا يصورونا انتوا عاملين حالة جميلة. بس عايز اسألك برضه على حاجة مهمة جدا، انا شايف في خلفية الصورة تيشيرت حسين الشحات وتيشيرت ميسي، من بدري محضرين لقاء الافتتاح. ده طبعا طبعا طبعا، ده في مفاجآت يعني هنعملها ان شاء الله، يعني هنعمل حاجات كويسه جدا. انا بقول لحضرتك ده تعبير صغير ما يكملش 1% من حبنا لبيتنا، لحبنا للنادي الاهلي. طب والله كويس مبسوط قوي. والله. الجاليه المصريه او الجماهير المصريه الاهلاويه تحديدا كمان موجودين في ميامي بعدد كويس، رايحين مثلا نيويورك نيوجيرسي بعدد كويس، ولا اقامتنا في الولايتين دول او المدينتين دول تحديدا يساعد ان يكون عندنا جمهور كويس في المدرجات بعدد كويس، ولا القصه بعيده شويه؟ طبيعي جدا طبيعي جدا ان ميامي ممكن الجاليه شويه مش كتير زي ما احنا متخيلين، بس طبيعي جدا ان ده مباراه الافتتاح، طبعا ده حاجه تاريخيه، حدث تاريخي، فانت طبيعي جدا الملعب هيكون الملعب مفتوح. هيتقفل، ده طبيعي جدا يعني، ده شيء يعني يعني اكيد حتى ده لو هيحصل حد مش عايش في ميامي، هو انت هتلاقي من كل من كل ولاية الولايات. في ناس جاية عشان تحضر الماتش ده مخصوص. بس ونيويورك نيويورك ونيو جيرسي بقى دول ما كلهم اعتبروش ولايات امريكيه، دي ولايات يعتبر مصريه. مصرية. مصرية. يعني من حسن حظ الأهلي إن المباراتين في الجولة الثانية والثالثة في نيو جيرسي، اكنه بيلعب في بيته، كانه بيلعب في أكنه في بيته. استاد القاهره. الله، ربنا يبشرك بالخير يا رب إن شاء الله بإذن الله. ليك. يا رب إن شاء لا الله. فعلا هم مش ولايتين، يعني ولايتين، انا بقول لك بصراحه يعني ولايتين فعلا، المفروض ولايتين مصريين، مصريين هناك أنت ما شاء بتبقى الله، ماشي في نيويورك، شعب مصر كله ماشي في هناك. نيويورك أو نيو جيرسي، إعلام الأهلي يعني محطوطة في كل حتة، في كل وإعلام حتة. مصر ومصريين، وبجد والله. طيب أرسن فينجر الظاهرة رونالدو، أبرز تعليقاتهم كانت معاكوا إيه؟ طبعا رونالدو اتكلم على بالميريس وقعد يهزر ان بالميريس ممكن يكسبنا ومش عارف ايه، وان المجموعه مش سهله، بس هو كان مبسوط طبعا ان بالميريس هيلعب الاهلي تاني، و اللي هو الكلام كان جميل عن النادي الاهلي طبعا، كله كلام ان احنا يعني اقوى فريق في افريقيا وفي الوطن العربي، وبنلعب فريق زي بالميريس مثلا، وهو طبعا عشان رونالدو طبعا برازيلي طبعا. فعشان كده اتكلمنا في الحته ديت، فاللي هو كان مبسوط جدا بتواجد الاهلي مع بالميريس في نفس المجموعه يعني. وطبعا كرة ارسن فينجر يعني اتفضل. ده التاريخ كله يعني، لما التاريخ بيتكلم عن تاريخ، فاهم؟ أكيد أكيد. كرة البطولة معاك فكان وأعتقد صح؟ كرة أكيد دي الكرة بقى اللي هتبقى موجودة في البطولة وكانت موجودة في القرعة. أنا بقول لكم أنتم صنعتوا الحدث، يعني الكرة هي قدامنا على الشاشة. الكرة اللي هتتلعب بيها البطولة يعني شايفها إيه؟ يجي بيها جوان كتير ولا العملية تقيلة شوية؟ طبعا يجي بيها اجوان كتير جدا. طبعا خلاص، عشان بقت في حضن كل جماهير الاهلي، أهلي. كل الاهلي يعني يا طبيعي، رب خلاص هي دلوقتي خلاص معروف هي ان شاء الله يعني في باذن بيتها، الله. في بيتها ان شاء الله باذن الله. بالظبط كده. استاذ هشام طه كبير مشجع الاهلي في امريكا، ويوسف انا بشكركم جدا على هذه المداخله بامانه، احنا اللي بنشكركم واحنا اللي سعداء بوجودكم، وانتوا عملتوا حاله جميله جدا كان لازم النهارده نتكلم عليها من خلال ترند اونلاين عبر برنامج الترند. كمان موجود واحد من الاهلاويه الكبار جدا الاستاذ ماجد مسعود، موجود في الولايات المتحده الامريكيه، الفتره الجايه هتشوفوا وتسمعوا عن اهلاويه كتير، ويعني قايمين بادوار مهمه جدا لغايه لما الاهلي يسافر ان شاء الله باذن الله ويلعب في شهر 6 من العام المقبل 2025. تروح المغرب تلاقي اهلاويه، تروح قطر تلاقي اهلاويه، في اي حته في العالم هتلاقي جمهور النادي الاهلي موجود في كل مكان. فقره كانت مهمه، انا على المستوى الشخصي كنت سعيد جدا بالحوار مع الأستاذ هشام ويوسف، وبإذن الله في الأيام القادمة هيكون عندنا مفاجآت لغاية لما نقرب من الحدث الاستثنائي بإذن الله، مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو علا. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية في برنامج الترند، واللي بينورنا وشرفنا فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ حكيم منور الدنيا. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. سفر الفريق لبكره، الاستعداد لبطوله قطر فيفا انتر كونتيننتال كاس التحدي، بكره ضربه البدايه. بكره ان شاء الله يمكن مارسيل كولر كلنا عارفين لما رجع الفريق من جنوب افريقيا ادى الفريق راحه يومين، وبكره التدريب الاخير في ملاعب قطاع الناشئين في مدينه نصر.
هيسبقها جلسه تصوير رسميه للفريق، وبعدين البعثه. يمكن انت قلت امبارح القايمه، وهي يمكن ناس كتيره القايمه يمكن تقريبا هي مفيش حد هيستبعد منها، لكن خليني اقول لك بس ان بكره النادي الاهلي بيضرب رقم قياسي في جلسات التصوير. عايز اقول لك بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في موسم ممكن تكون ما بداش بالنسبه للانديه كتير. جلسه التصوير السادسه بالنسبه للنادي الاهلي بكره، في لعيبه عمرها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش جلسات تصوير رسميه بالعدد ده، يعني 21 سنه و11 شهر مع الفريق الاول ما عملتش جلسات تصوير. النادي الاهلي عملها من 27/9 لحد النهارده 10 ديسمبر او 9 ديسمبر. محمد عبد الله لاعب فريق شباب النادي الاهلي اللي هو مثلا 19 سنه عمل 6 جلسات تصوير رسميه مع كؤوس وبطولات واستعداد وكده. في انديه تاريخ ما عملتش الكلام ده كله طوال مشوار. هتقول لي 6 جلسات تصوير انت بتقول ايه كلام؟ اقول لك لا، ما طيب ما قبل السوبر الافريقي ادي واحده، قبل السوبر المصري في الامارات ادي 2، بعد ما رجعت بالكاس ادي 3 كاس السوبر المصري، قبل العين دي حاجه اسمها تصوير لبطوله اسمها الكاس القاره الثلاث، لسه الاهلي اعلن عنها من شويه على صفحته الرسميه اللي هي بتاعت احنا ابطال ثلاث قارات وجاهزين لمباراه الاتحاد. لسه الاهلي اعلن جلسه التصوير، نزل الصور بتاعتها. بكره جلسه التصوير السادسه للنادي الاهلي في اقل من 3 شهور. في انديه بتقعد كتير عشان تعمل الكلام ده في مدى عمرها ومدى تاريخها، وده يبين لك قد ايه حجم التحديات اللي عند النادي الاهلي. وكانت في جلسه تصوير ثانيه في دوري الابطال قبل ماتش الترجي. تمام، يبقى كده 7. 7 يبقى كده 7، يعني رقم يعني دي كانت بالظبط من حوالي 6 شهور. لا انا بكلمك على في اخر شهرين. اخر شهرين يعني من 27/9 من السوبر الافريقي لحد الوقت اللي احنا فيه مثلا بنتكلم في 3 شهور بالظبط. الرقم ده الناس ممكن تشوفه ايه يا عم، هي جلسه تصوير؟ ما هي القصه مش جلسه تصوير، القصه دي بتدلك على انجازات وبطولات. انت بكره بتتكلم في ليفل ما عداش على تاريخ حد في الانديه المصريه، وممكن مش عايز اقول المنتخبات، انت رحتها 90 و 2018، بس على مستوى الانديه انت محدش وصل للليفل ده. انت الناس النهارده بتكلمك على الكلمه البسيطه جدا، ممكن الناس تاخدها كلمه عابره لكن كلمه صعبه جدا في محتواها، هي كلمه سهله على اللسان. ان انت احنا ان شاء الله هنلعب ريال مدريد، الكلمه تبدو سهله. انت عارف يعني ايه يا استاذ محمد تلاعب ريال مدريد الاسباني وما ادراك ما ريال مدريد؟ بطل اوروبا. بطل اوروبا. الناس اللي عايشت فتره، مش الناس الجمهور كلنا يعني، لا انا بتكلم على الناس المسؤولين اللي عايشوا ان انت جبت ريال مدريد تحتفل بيه في 2001 نادي القرن الافريقي. قد ايه كان صعب وانت جاي تلاعب دي قصاد دي، وشوف مثلا الفلوس والدنيا والكلام ده كله. جلسات التصوير النهارده للصفحه الرسميه نزلتها، دي جلسه التصوير بعد ما الاهلي كسب ماتش العين الاماراتي وكاس القارات الثلاث. في جلسه تصوير بكره اللي هي هتبقى رسميه بتاعه بطوله التحدي او كاس التحدي مع الفائز من ديربي الامريكتين، مع فائز من ديربي الامريكتين. فدي جلسه تصوير بكره السادسه. انا عايز اقول لك والله بكلمك جد ومش هزار، في لعيبه بقى لها مع الفريق الاول 21 سنه و11 شهر ما عملتش العدد ده اللي عمله محمد عبد الله. وانا بقول محمد عبد الله ليه؟ لان محمد عبد الله هو اصغر اللاعبين سنا في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. انا ما بقللش من قيمه مثلا من اول محمد عبد الله لحد كابتن محمد الشناوي، لكن انا بكلمك في وضع عام انت بقيت موجود فيه دلوقتي. وفي وسط ده كله تيجي تلاقي الناس بتقول لك هو النادي الاهلي بيتاجل له ماتش انبي او طب انت غلطت وحطيت ماتش انبي، انت اللي اخطات، انت اللي اخطات، جاي تحمل النادي الاهلي خطا غيرك. انا هنا مش عايز اروح للموضوع لان بما ان الخطا اتصلح فخلاص مش مشكله، دي مش قصه. لا بس برضه حتى لو اتصلح، بس انت ازاي تحط مباراه زي دي في توقيت زي ده، وفي نفس الوقت الناس تطلع تقول لك ما هو التاجيل ده يبقى بوظ الدوري والفرق الثانيه هتطلب تاجيلات؟ ما انت اديت مساحه لاطراف اخرى بتستفيد بالتاجيلات انها تعمل يعني ايه وضع قانوني ليها ممكن تستفيد منه بعد كده. وبعدين يا استاذ محمد هو ايه في الموسم الاستثنائي اللي انا عملته ليه؟ لما قلصت عدد مباريات الدوري انا كنت عامله ليه اساسا؟ يعني عامله عشان تدي اريحيه شويه للفرق اللعيبه الدوليه. الهدف من الحوار كله اللعيبه الدوليه، ان انت تريح اللعيبه الدوليه. اللعيبه الدوليه كانت بتتهلك قبل ما تروح المنتخبات، وده كان بيأثر على مسيره المنتخبات والنادي الاهلي. فانت كنت عامل قصه انك تعمل دوري من 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 دور واحد، وبعدين دوري اللي هو مع 10 9 فرق و9 فرق عشان توفر 8 اسابيع. فانت بالتالي بعد ده كله جاي بتقول لي تروح حاطط ماتش بعد ما يرجع من جنوب افريقيا 48 ساعه، اقل من 48 ساعه. طب فين المنطق والعقل وانت بتعمله؟ هنا القصه لاهلي ولا زمالك ولا نادي ولا بتاع، انا بكلمك في المنطق والعقل. رحله 10 ساعات
وسط ده كله انت بتلاقي فرقه بتعمل الكلام ده كله. انا اتمنى في يوم من الايام، وانا احنا جايين للقصه دي، لو انت كنت حابب نتكلم فيها عن انتخاب مجلس اداره اتحاد كره جديد، ودي النقطه الاهم في الموضوع، مش قصه تحكيم وحاجات زي كده بس. هنجي لها بس نكمل بس يعني اتحاد الكره انا مسجلها معايا، لان بكره في انتخاب مجلس هيتم اعتماده. بالظبط كده، انا كنت هقول لك على الجزئيه دي مش في حته وبعد كده نرجع لها، ان القصه مش ان يجي مجلس اداره جديد يطور التحكيم ويطور، لا، توجد العقليه المناسبه لاداره المسابقات بما يتناسب مع نادي عندك. وصل لمرحله من المراحل اللي انت بتقول له رايح ينافس ريال مدريد كده عادي، بقينا بنتداولها عادي جدا، بقينا بنتكلم دلوقتي على قفشه وميسي على مثلا اغلفه اماكن او على فكره ممكن يكون الموضوع على فكره الناس بتاخده كهزار، حتى قفشه كان منزل معرفش يمكن مدى صحه لا صحيحه يعني هو واخدها هزار، لكن طيات الهزار ده يا استاذ محمد معناه كبير جدا، انت بتوصل لمرحله كويسه جدا. فبكره الفريق ان شاء الله باذن الله هيسافر الى قطر، هيتفرجوا على الماتش بتاع يوم الاربعاء بوتافيجو وباتشوكا، ويوم السبت الماتش الفريق هيتمرن زي ما انت قلت قبل كده في ملعب الارسال. ويمكن النهارده كان، ودي من الحته الكويسه في النادي الاهلي، سمير عدلي سافر قبل كده، بس انت برضو بتسفر وفد ليك سواء من شركه الكوره او من الجهاز الاداري للنادي الاهلي او حتى حنان الزين عشان لوائح والتراخيص وتشوف حقوق التسويه والكلام ده، فده مهم جدا النادي الاهلي وسيستم النادي الاهلي بيشتغل فيه. كل التوفيق للنادي الاهلي باعتباره ممثل الكره المصريه، باعتباره الممثل الاوحد للكره المصريه بكره. طيب بوتافوجو كمنافس شايفه اصعب من باتشوكا؟ بص في كره القدم العالميه ما ينفعش تقول كده، بس انا عايز اتوقف مع بوتافوجو لاسباب كتيره جدا. اتفضل. انت بتلاحظ الناس كتيره بتكلمك على ان المنافسين بتوع النادي الاهلي مش هم المستويات، يعني بوتافوجو ده احنا اول مره نسمع عنه. بص يا استاذ محمد، بوتافوجو هبط لدوري الدرجه الثانيه في 2020، من اربع سنين. من اربع سنين. ركز بس في التدرج والمستوى بتاع الفريق، ويبين لك انت قد ايه رايح لفريق ده اذا صعد. احنا كل ده بنتكلم على احتماليه ان هو الاقرب للفوز طبقا للمستويات اللي احنا نعرفها. فبوتافوجو في 2020 هبط دوري الدرجه الثانيه، 2021 تاني سنه على طول خد اللي هو كسب البطوله بتاع الدرجه الثانيه ورجع تاني للدوري الممتاز. في 22 رجع، 2022 خد مركز 11 في الدوري عنده. بص التدرج، 2023 مركز خامس وتأهل ليبرتادوس بملحق. يعني هو تروح تصفي مع فريق من دوله ثانيه عشان تشوف انك هتصعد ولا مش هتصعد، مع بطل الكاس الثاني، انتوا الاثنين بتلعبوا عشان تصعدوا، ده في 2023، يعني هو صعد لليبرتادوس اللي هو كسبها ما كانش صعب اصلا، ده ماتش خامس مش بطل، مش بطل ولا حتى من الاربعه الاوائل اللي هم بيصعدوا مباشره. بص التدرج، جه في 2024 الدوري البرازيلي وكسب ليبرتادوس. فبص التدرج من 2020 ل 2024 بيوصلك لحد فين. فانت متخيل لو الفريق ده كسب، انت رايح تلاعب فريق في تدرج المستوى. وخد بالك، ما هو اللي يبين لك تدرج المستوى ان بيجيب لعيبه وبيعمل سيستم ونظام اداري، ما هو النجاح جزء منه اكيد السيستم والنظام الاداري. فانت بتبتدي رايح تقابل منظومه كرويه على مستوى الفريق، على مستوى الاداره، على مستوى تكوين مؤسسي، هم بيتدرجوا في المستوى وتعلموا من درس. انت وقعت وقعه صحيح، وقعتها قبل كده هم بالنسبه لهم، لكن وقعت في 2020 هم اتعلموا فيها. في اربع سنين دلوقتي هم توب انديه امريكا الجنوبيه، ورايح يلعب كاس القارات، ورايح كاس العالم للانديه، رايح كاس العالم للانديه مسماها الجديد. مظبوط. والناس اللي بتتكلم وبتناقش، حلو الفكره على فكره، انا بيعجبني قوي يا استاذ محمد ان انت توصل لمرحله انك تناقش الاهلي هيلعب كاس العالم للانديه 2029 ولا لا. عارف الكلمه ده معناها ايه؟ يعني دي حته كويسه جدا. عارف الناس من بدري راحت ل 2029. انا بحب الجدال ده. على فكره هي الكوره دي، هو ده الجدال الصحي اللي هو ما فيهوش تعصب. ايه المشكله فيه؟ الاهلي لا مش هيروح، اصل اللوائح ده الصح، ده الكوره، ده النطاق الطبيعي للكوره اللي انت بتتكلم فيه، يروح ما يروحش بتاع ده شغل الكوره اللي احنا بنتكلم فيه. اكيد. طيب برضه اروح معاك لفكره، هي الناس بتحضر ل 2029 ازاي؟ يعني الناس بقت تتكلم على فكره التصنيف ممكن يوديك 2029 لو انت مش بطل. عارف الاعلام بقى وصل لمرحله انه بيجد مبررات لاي طرف دايما بيدعي المظلوميه، ان يديله لا من دلوقتي عندك اربع سنين جايه العب كذا، حقق كذا، نقاط كذا، بطولاتك كذا. مش حاجه غريبه شويه؟ حاجة يعني غريبة. انت شفت حاجه حد في انجلترا اتكلم مثلا السيتي بيشارك، فين اليونايتد؟ لا ليفربول. فين ليفربول؟ ليفربول كسب في اخر اربع سنين، ما حدش اتكلم في اربع سنين كسب ووصل فاينل، وصل فاينل دوري الابطال وكسب، كسب نسخه وخسر نسخه، ما حدش جه قال لك مثلا مظلوميه ومش مظلوميه. ما حدش قال لك ان ليفربول احق. على فكره انا هتسالني عن وجهه نظري انا الشخصيه،
ليفربول احق انه يشارك. فهو طبقا للمعايير اللي حطها الفيفا من 2021. هو هنا بقى النقطه اللي هو ايه، احترام المعايير. المعايير هو هنا كنادي احترام. على فكره احنا لو عندنا نادي حقق 1/10 من لعبه ليفربول كان احنا كنا زماننا دلوقتي مشينا من البلد. في الفتره اللي عدت كنا مشينا. يعني بكلمك جد والله، ان انت كنت يا عم دي مظلوميه وبتاع وما فيش حاجه. يعني بص انا بقول لك انا مستغرب، يعني في فرنسا مثلا باريس سان جيرمان بيشارك، ما حدش جاب سيره مثلا ليون او مارسيليا. في انجلترا ما حدش جاب سيره اليونايتد وليفربول. تخيل انت مثلا اي نادي في اوروبا ممكن يقول لك ازاي برشلونه مش موجود، ده ريد بول سالزبورج موجود. الناس عادي جدا يا باشا. الوداد والرجاء وهو الصراع التنافسي الرهيب هناك، حتى لما بينتقد وضع ان هو ما شاركش بيبقى انتقاد منطقي وموضوعي. بالظبط. مع ان اللي هناك الليله ما بين الوداد والرجاء وطلع لهم الجيش الملكي مؤخرا، يعني صراع اقوى من هنا بكتير جدا. ممكن تكون الكوره والتنافسيه ومستوى اللعيبه على مستوى المحل عندهم، لان المحترفين بيطلعوا أكيد. اقل من عندك، لكن برغم كده ما تلاقيش الخزعبليات اللي بتحصل عندك اللي احنا وصلتنا النهارده اللي انت شفته في دوري الدرجه الثانيه. طبعا طبعا طبعًا. خد بالك اللي انت بتنتقده دلوقتي ده، انت شارك فيه، باللي انت بتقدمه على الشاشه، باللي انت بتوصله للناس. قصدك وقعه اللاعب بتاع ماتش المقاولين والمنصوره؟ طبعا. هو انت عايز تحاسب الطرف الاخير في الحبل؟ طب ما تجيب الليله من اولها. احنا في كلام دلوقتي طلع بيقول لك ان المنصوره عرض اللاعب للبيع على فكره، واللاعب كمان اعلن اعتزاله. طيب على فكره الوقعه كلها من اولها لاخرها غلط. بس ده نتاج طبيعي جدا لفتره كبيره جدا من الطبيعي الاعلام اللي انت مش الاعلام، من الشكل الرياضي كله، مش الاعلام بس، من منظومه الرياضه كلها. انت وصلت المرحله من 2018 2017 لحد المرحله دي انك وصلت الناس تاخد حقك بالبلطجه. فانت متخيل الوضع اللي ده النتاج اللي انت وصلت له، وده اللي احنا كنا بنحذر منه بقاله فتره. وانا هنا ما ببررش وقعه، انا بقول لك الواقعه خاطئه مليون في الميه، بس انا بتكلم على ده نتاج طبيعي المنظومه. انت بتطلع دلوقتي تتكلم على اني انا مش عايز اذكر اسماء انديه، بس يعني بدون ذكر اسماء انت بتتكلم دلوقتي على حاجه مر عليها مثلا 10 12 سنه وتتناقش اعلاميا. المفروض انا كراجل اعلامي موجود بدير حوار، ابقى فاهم ايه اللي يدار واللي ما يدارش. بالظبط. واللي يتم ده، فدي صوره ونتاج طبيعي اللي انت وصلت له. انت هنا هتحمل الطرفين اخر حاجه في المنظومه. المتلقي اللي انت انا الاسبوع اللي عدى كنا هنا مع بعض، كنت بقول لك ايه، اتنين رؤساء لجنه حكام سابقين طلعوا الاتنين قالوا على واقع على هدف وضربه جزاء، ده الراي وده الراي تاني منفصل، والفاصل بينهم دقيقه. انا عايزك تبص للمتلقي، دول اللي كان بيدور لجنه الحكام في بالزبط. مثلا حقبه 6 7 سنين، وده بيتكلم في القانون، ده بيتكلم في القانون، وده بيتكلم قانون، ده بيتكلم قانون. واللعبتين لا يختلف عليهم اي بني ادم. وعلى فكره انا ممكن اختلف في انذار ولا طرد، لكن ضربه جزاء وجون يعني قانون واضح. صعب. فانت هنا بتحاسب اخر واحد في المنظومه اللي هو المدرب واللاعب اللي هم متلقين بقالهم فتره بيشوفوا المنظر انت وصلت له. اكيد. طب هم لسه هنكمل مع بعض، لسه في تفاصيل كتيره، لكن مستعدين دلوقتي نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال باقي الفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. استاذ حكيم، استعداد الاهلي لكاس العالم. انهي كاس عالم؟ الاهلي بيلعب كاس عالم كل ثلاث عندك فيها. في كاس عالم مصغر اهو السبت الجاي، بس في كاس عالم بقى اكبر واعظم واشمل بعد حوالي 6 شهور. اللي يجي في ايدك. طيب خلينا احنا اتكلمنا على الانتر كونتيننتال. نتكلم على كاس العالم للانديه في امريكا. اكيد. النادي الاهلي طبعا الارقام المتداوله، في ارقام وصلت من 16 15 20 لسه لحد دلوقتي حسب ما انت بتقول وبنسمع، ان ما فيش رقم رسمي طلع. مزبوط. بس في بعض رؤساء الانديه طلعوا واتكلموا وقال لك ان في مثلا احنا اتبلغنا من 16 ل 20. النادي الاهلي ابتدى يشتغل على اكتر من محور في الملف ده. سواء محور ان انت عندك جزء منه رعايه، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اكتر مره، النادي الاهلي عنده سيستم مؤسسي ومنهجي في جزئيه ان انت بتشتغل من بدري قوي، والنادي الاهلي شغال في الملف ده بدري. بس انا هنا عندي نقطه، ان انت ناس كتيره بتتكلم على ان النادي الاهلي وصفقات الدعم للبطوله، وان انت صفقات لازم تجيب مش عارف مين وتجيب مش عارف مين. هو اكيد بدون دخول في تفاصيل متعمقه شويه، ان مفيش حد احرص او على انه هيبقى عنده
حرص على النادي الاهلي وعلى فرقه النادي الاهلي تظهر بشكل كويس جدا اكتر من اداره النادي والجهاز الفني. اكيد. بدليل ان انت بتشتغل على انك تجيب رعايه بخلاف الفلوس اللي هتاخدها من كاس العالم. يعني هو مش مستحيل يكون بيفكر وبيشوف عروض والكلام ده كله عشان ياخد رعايه للاهلي في البطوله دي، وهو مش هيشتغل على انه يجيب صفقات ويجيب لعيبه يدخل بيها البطوله دي. بس انا هنا لازم حته مهمه جدا، وانا هنا مش بتكلم على ان احنا في قناه النادي الاهلي، بتكلم على جزئيه ان انت عندك لعيبه وقوام وتشكيل اساسي راح يلعب بطوله الانتر كونتيننتال. عندك ماتش يوم السبت مع الفائز من باتشوكا وبوتافوجو. الماتش ده هيوديك في حته ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ولا في تاريخ اي نادي في مصر. فانا هنا المفروض، وده على فكره انا بقول لك دي وجهه نظر انا مش وجهه نظر اي حد مثلا او في النادي الاهلي او حتى في القناه او في اداره النادي. انت اللعيبه اللي هتلعب معاك الماتشات دي هي مين؟ هي الصفقات الجديده ولا الفريق اللي معاك؟ الفريق اللي معاك. اللي معاك. فانت هنا بالتالي لما في حد مسؤول من النادي الاهلي المفروض يطلع ويقول لك احنا هنجيب صفقات. لا طبعا، ما هو طبيعي طبيعي انه هيشتغل يجيب صفقات، لكن الطبيعي في نفس الوقت ان هو لازم يقفل يحافظ على قوام الفرقه عشان عنده بطوله ومباريات مهمه. طبيعي. ما هو انت لما لاعب دلوقتي، اللعيبه دلوقتي ما بقتش زي زمان انها بتستنى الجورنال وفي لعيبه ما بتجيبش. لا، كل اللعيبه دلوقتي بتتابع اقل كلمه السوشيال ميديا ما تخليش. فعايز تفهمني اللعيبه اللي رايحه تلاعب يوم السبت وهتلعب ان شاء الله لو انت تاهلت تلعب ريال مدريد في ليفل تاني انت ما شفتوش وهيعلم من الايمج التسويقي بتاعك، انت المفروض هنا تقفل الملف ده. وده الاداره اللي عاملاه، وانا تخيلي ان الاداره شغاله على ملف التعاقد بس من غير ما تتكلم فيه، ومش هينفع تتكلم فيه ومش هتتكلم فيه الا بعد الانتر كونتيننتال، خصوصا ان انت لسه ما وصلتش شهر يناير. انا هنا مش بوجد مبرر لحد عشان بس الامور تبقى، انا بتكلم بمنطق حيادي. لو انا مسؤول عن فريق، ده التوجه بتاعي اللي هيكون ان انا هقفل مش هتكلم عن اي حاجه لحد ما انا، وخصوصا البطوله دي بطوله مش قليله، انت ممكن تكون المستوى والليفل اللي وصله النادي الاهلي خلاك تبص للبطوله دي مقارنه بكاس العالم دي 2025 ان دي بطوله يعني نمطشين يا عم بتاع انا رايح العب في الافتتاح انتر ميامي، بس هي بطوله كبيره جدا. طبعا بطوله تقيله جدا، انت لو كسبت هتلاعب ريال مدريد وبطوله رسميه. عايز تقول في النهايه للناس ان اداره النادي والتعاقدات بتشتغل على فكره التدعيمات لبطوله المونديال الانديه في امريكا؟ اكيد طبعا، بس في نفس الوقت في تفاصيل مش متاح انها تظهر في الاعلام، او لو كانت في تفاصيل بتظهر قبل كده دلوقتي الاستراتيجيه والاداره اختلفت فمش هتلاقي معلومات كما كانت سابقا. لا وغير كده هو ما ينفعش كاداره يتكلم حتى تلميحا. يعني حتى تلميحا ما يقدرش يقول لك وانا داخل على بطوله، انا بكره النادي الاهلي مسافر يلعب بطوله الانتر كونتيننتال، انا ازاي اقول للاعيب اللاعب بتاعي ليله ماتش احنا التاريخ والمجد ورايحين نلعب ريال مدريد وبتاع، واللاعب انت بتصدر له صوره من قبلها بيومين ثلاثه ان انا محتاج اربع تدعيمات عشان ان انا هجيب مهاجم وراح اجيب جناح. على فكره هو عارف وعارف ان انت لازم تجيب لعيب، بس هو عارف لكن ما سمعهاش منك. هو عارف ومتيقن. فالجزئيه ان اداره النادي ما هياش مثلا بتطلع تقول كذا، بس ده على فكره دي وجهه نظر شخصيه بحته. النادي الاهلي بيشتغل على كاس العالم للانديه من منظور تسويق ومنظور تعاقدي. منظور التعاقدي احنا اتكلمنا فيه، النادي الاهلي مش هيبين ملامح اكيد خالص دلوقتي الا بعد، لكن منظور التسويقي اعتقد ان الاهلي شغال بشكل كويس، ممكن تشوف مفاجآت في شق الرعايه للبطوله دي. ارقام يعني لو وفق فيها النادي الاهلي ارقام يمكن ما حصلتش، بس ابعد عن انديه الخليج ما حصلش في الشرق الاوسط. انديه الخليج طبعا الارقام عندها عد يعني مثلا، ده جانب مهم جدا. يبقى للتحضير للمونديال مش تحضير فني وقروي فقط. طبعا انت ممكن تستفيد بالبطوله دي تسويقيا انك تجيب. هو القرار اللي طالع يا استاذ محمد امبارح. نعم، القرار اللي طالع امبارح هو انت بتاخد القرار كصحفي، انا كصحفي باخد القرار بمضمونه تفويض شركه الاهلي لكره القدم في اداره وتسويق كل الحقوق التجاريه والتسويقيه والرعايه والبث الفضائي للفريق الاول لكره ولقطاع الكوره بما حق من نجاحات باهره. هو انت خدت المصطلح كده مجرد تفويض؟ لا، ده تمهيدا لشيء. لا لشيئين، ما هو بيقول لك العاب بس فضائي يعني لاشياء يعني العاد الجديد للعاد يعني الجديد. وغير كده كاس العالم للانديه لوحده لان دي نسخه انت ما حدش في مصر شايف فيها. سجلوا يا جماعه اللي بيقولوا استاذ عبد الحكيم ده عشان انا عارف وواثق قريب جدا الكلام ده هيكون مترجم على الورق بملايين الجنيهات او الدولارات يعني اكيد. يعني انا اتوقع ان شاء الله في حاجه كويسه جدا باذن الله. على فكره الاهلي شاطر جدا في الحته دي من زمان مش دلوقتي. طبعا يعني الاهلي شاطر جدا في الحته دي من زمان قوي. انا شايف انت بتقول معلومه حلوه جدا عايز ابشر بيها الناس، ان التفويض اللي اتعمل امبارح لشركه الكوره في مساله التسويق والتعاقدات الحاجات اللي هي التسويقيه دي ممكن الفتره الجايه نسمع منها ارقام كويسه جدا وانت مقبل على مونديال الانديه في امريكا. طبعا طيب ده جانب مهم جدا. طب تعالى مع بعض كده نشوف بقى اللي كتب في المواقع والصحف عشان هنستعرض منها ملفات مهمه جدا ممكن نعلق عليها ونتكلم على اتحاد الكوره اللي بكره المفروض عنده جمعيه عموميه لتزكيه مجلس جديد. اول حاجه حساب يلا كوره بعد تاجيلها، يلا كورة يكشف موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، والكلام بيقول إن الرابطة ممكن تحدد الميعاد يوم 18/3. تعالى
تعليقك على فكره الرابطه والاتحاد انا هنا عندي نقطه. هو انت حاطط لائحه ان اللي ما يلعبش 5 مليون جنيه وتحاسبه على الامور التسويقيه؟ طب اللي انسحب من الدوري السنه اللي عدت من الماتش بتاع الدوري بما له من خسائر ما حاسبتوش ليه؟ يعني ده لغايه دلوقتي ما طلعش الرقم. ما هو دي هو على فكره اللي بيدير الاثنين رابطه الانديه واحد. يعني انا هنا مش بسمي مسميات، ده ماتش قمه وماتش قمه متباع بارقام كبيره جدا. لو انت تبص الامور التسويقيه اهم ناديين في الدوري المصري انت بتبيع بيهم جماهيرين هم الاهلي والزمالك، فتخيل لما فريق ما يلعبش ماتش الاهلي والزمالك انت ما طلعتش العقوبه، ما هددتوش ليه بالعقوبه زي ما انت بتقول ان 5 مليون جنيه، يعني انت حاطها في لائحه الرابطه بقى لائحه كاس الرابطه بس وسايب الدوري. احنا لحد دلوقتي عايزين نعرف الرقم، هل تم اصدار عقوبه ولا لا؟ ما هي دي خسائر على النادي الاهلي، مش حضرتك دلوقتي النادي ده ماتش مباراه الاهلي اكيد طبعا، يعني انت عائد بالنسبه لك. طب انت بتهدد الاهلي بماتش انبي، وعلى فكره ده حقك، انا مع تطبيق اللوائح على فكره، بس الرابطه اجلت في النهايه برضه. بقى حلو جميل بقى، انت ايه اللي انت كنادي اهلي ايه اللي خلاك رحت لجزئيه ان انا العب اللائحه والارقام الكبيره اللي عليك؟ طب انت حضرتك السنه اللي عدت ماتش الدوري الاهلي والزمالك اللي حصل فيه انسحاب، وصورتك الذهنيه عند الناس بره اللي النادي الاهلي بيصححها لحد دلوقتي. فانا اتمنى برضو ان حد من الرابطه يطلع يرد علينا في الكلام اللي يوضح لنا. اخر حاجه بالنسبه لاتحاد الكره بكره قبل ما اكمل باقي المواقع اللي معايا، تنتظر شيء ايجابي من الاجتماع بكره الجمعيه العموميه؟ هو يعني خلاص ما هيزكوا المجلس ده الحاله، بس انا اهم نقطه عندي والله طبعا تطوير التحكيم مهم وتطوير كل حاجه، يعني كل ده احنا مستنيين حاجه كويسه وتطوير منتخبات بس الاهم ان انت تغير النظام اللي في مصر، لان النادي الاهلي اللي وصل له ده هو اقصى ليفل بيوصل له في ظل التخبط اللي احنا فيه. لازم تساعد الكيانات الانديه والمنتخبات انها تطور من نفسها. الاهلي وصل كده ليه؟ يقول لك الاهلي هينافس، قول له مستحيل، لان انت المنظومه عندك اخرها كده. اللي عامله الاهلي ده اعجاز مع المنظومه اللي انت فيها، عشان كده تلاقي حد يقول لك الاهلي احسن الوحشين، ما هي الكلمه دي ما حدش ياخد باله ليه؟ عشان انت المنظومه دي النتاج بتاعها ده اعجاز اللي بيحصل، ده اعجاز اللي بيحصل فيها. لكن انت لو عملت بطوله مستقره نظام منتظم، اهلت اللعيبه بشكل كويس جدا، اديتهم البيئه الكويسه انها تشتغل، وفرت لهم تحكيم كويس، نظام مسابقات كويس، تعلن عقوبات في ميعادها، تفرض الانضباط ما توصلكش للمرحله بتاعت اللاعب ده، هتوفر بيئه للنادي الاهلي انه ممكن يدخل ينافس على كاس العالم، هيبقى وضع طبيعي وقتها لما وصل في العشوائيه دي للمرحله دي. فتخيل لو كذا هتوصل لمرحله كبيره. ناخد بقى مجموعه من المنشطات السريعه ونعلق في ثواني. حساب في الجول على منصه اكس، تصريح لرئيس الوداد المغربي اللي بيتكلم فيه على النادي الاهلي. اهو هشام ايت منا رئيس الوداد بيتوقع تحقيق الاهلي انجازا في مونديال الانديه، وان الاهلي قادر على تحقيق الانجاز، لكن الوداد ايضا يستطيع تحقيق مفاجاه في مجموعته القويه. الناس اللي بره بتتكلم عن النادي الاهلي بموضوعيه اكتر من اي حد في مصر، بموضوعيه. يعني هو مش بيجامل النادي الاهلي، مش بيجامل النادي الاهلي اكيد طبعا. طب حساب الوطن سبورت على منصه اكس واللي نقل خبر بيقولوا ان كولر بيختار مدافع الاهلي الجديد من الدوري البلجيكي، واتقال هنا ان كولر استقر على الرحيل يوسف ايمن وبيفكر حاليا في عمر فايد لاعب فنار بخشة التركي. انا لا اظن عمر فايد حتى لو الاهلي هيجيب، انا ما اعرفش يعني. بص المعلومه اللي عندي ان الاهلي طبعا هو مش عايز يدخل في الصفقات، بس المعلومه اللي عندي ان ما اعتقدش عمر فايد، لان عمر فايد اصلا اولا معار، ثانيا ما بيلعبش، ده لسه راجع من اصابه على حسب ما اتذكر، فصعب قوي انك تفكر فيه في يناير يعني. امر مش متاح يعني. طيب لا انا بقول لك من وجهه نظري، ما عنديش، انا بقول لك تحليل، من وجهه نظرك ايوه تحليل متابع اني لا بعيد شويه، بعيد في الصور ده. طيب. اذا النادي الاهلي فكر يجيب حد في يناير اكيد كقلب دفاع وارد. على فكره في لعيبه كانت بره جدا الحسابات ورجعت وبقت موجوده معاك، رامي ربيع ده كان السيستم وقف ده على ثانيه، على ثانيه دلوقتي بقى يكمل وبقى اساسي بقى احد نجوم الفريق دلوقتي الاساسيين اللي انت بتجدد له. طيب حساب القاهره 24 على منصه اكس اتكلموا على ان في مفاضله بين الماني وانجليزي، اهو قرار 24 مفاضله بين انجليزي والماني واسباني لتولي رئاسه اللجنه في عهد ابو ريدا، عهد لجنه الحكام. انك تجيب اجنبي ده شيء محترم جدا، بس الاهم البيئه اللي يشتغل فيها، المجموعه اللي هتشتغل معاها، المجموعه معنا. واتمنى من اسره التحكيم السابقين يبعدوا شويه، يعني ما يطلعوش في المشهد عشان توفر البيئه انك ينجحوا. اضحك عليك للدرجه دي؟ طبعا. بص مع كامل الاحترام، ممكن تكون المجلس ده مثلا الاتحاد ما عملش، بس جزء كبير جدا من اللي بيتعرض له اي حد من بره يجي رؤساء الحكام السابقين اللي بيطلعوا بينتقدوا ليل نهار عن عنده عن اي حاجه، ما بتوفرلوش البيئه. انت بتجيب واحد، انت هنا مثلا جبت واحد بتهاجمه ليل نهار، مش هتوفر له البيئه انه يشتغل. تمام استاذ عبد الحكيم، نورتنا وشرفتنا. انا ببقى سعيد يا محمد وانا موجود معاك. الله يسلمك، وانا بسعد دايما بوجودك معانا، وفقره بتبقى ثريه فيها اخبار وموضوعات مهمه جدا، ودايما بيبقى عنده هو لمسات كده في حتت معينه بتنور بعد كده، بالذات لما بنتكلم في الماليات وفي الفلوس. الحته دي بتاعتي. هتلاقي يعني في الحته دي في ارقام جايه، وانا النهارده اكيد من خلال تصريحاته
اتوقع ان في حاجات ايجابيه جايه باذن الله للنادي الاهلي قبل مونديال الانديه. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ويتجدد اللقاء في حلقات اخرى باذن الله. شكرا والى اللقاء.